شوش بيت ليتس جو. يا سلام. حاجة زوينة في تيوت هو هاد واحد النخيل اللي كتمتد على 1000 هكتار وفيها أكثر من 20,000 نخلة. ثم كما كتشوفوا النخل تبارك الله. هاد الشوارج ديال تيوت كما كتشوفوا هنا في الصيف كيعمو فيهم هاد الشوارج. دابا راه خاوين
عمر منظم الرحلات. مولاي اسماعيل، مولاي الصفحه ديالو غادي تشوفوها. مرحبا. الله يسدي لك. مرحبا. انتكم المناطق السياحيه نقيه وزويونه ومغربيه اصيله، والفراجه مغربيه، اليوم معنا الزوينين بحال اسماعيل. الله يكبر. فرجوا فيه وتبعوه، انسان جميل. شكرا. يحب الطبيعه. وما تنساوش الانسان الذي يحب الطبيعه تيكون قلبه كبير. الله خضر. شوف هديهم هاد الورده، هذه قبل لي انا شي ورد. طلعت نهديكم الورد بالله. السي عمر واش جيتي تيوت وما نهديك الورد؟ الله يكبر بك. شكرا. حنا راه روادنا. انا احلى ورده لخويا اسماعيل والمتتبعين ديالو فولورز. الله يكبر بك. يا الله زيد قرب قرب لهم يشوفوا الورد. انتم لا تقولوا ديال البلاستيك، ماشي ديال البلاستيك هذا. طبيعي هذا، راه الطبيعي هذا. دقات ما تنساوش تدخلوا عند السي عمر الصفحه ديالو. اي مرحبا. الله يسدي لك. مرحبا. رحله واش من رحله اللي بغى يسافر لشي بلاصه؟ لا لا حشمنا اسيدي. بون كوراج. شكرا بزاف. هذه مطحنة تقليدية الوحيدة اللي بقات هنا في تيوت. الماء ديال الشوارج اللي شفنا لهيه بس كتخدم. أسي الحاج وقيلا المطحنة إذا سولي بقانا المطحنة تقليدية. المعلومات براسي. يلا أعطينا المعلومات أسي الحاج. المهم هذا غير هو مانع. أمانة سيتخدم أسي الحاج. أمانة سيتخدم وزايدونا شغل المناد النفاثية، الريكلاج النفاثية. اغتريت اوكرن، اغتريت البسيسن، اغتريت ابرين. هنا الريكلاج النفاثية. الريكلاج. وغادي نزيد طلعنا امودا تتحرك. تتحرك. بارك الله. تتحرك وزرك. تتحرك. ردي تلح مندي. المهم القياس. حتى تسولي بقى كل شيء غا اختيت. اي المطحنة اي المطحنة انتيوت. تبارك الله. يا المهم المهم الاخير هذا هي انايا المهم تيشاف غير زدار زريت تصورت غير زدار. اشكون جد هاد البلاصه كيقولوا لها قصبه السعديين. شتو كطلع على تيوت كامله. السعديين هما اللي يديروا هاد القصبه هنايا. الشيخ السعدي انتما كما كتشوفوا كطلع على هاد اللوحه كامله.